الدولي بالحقيقة. وعلى الحكومة السورية أن تحسم موقفها وتستجيب بشكل فعلي وواضح للمبادرة التي أطلقها رئيس الائتلاف الوطني السوري الشيخ أحمد معاذ الخطيب، والتي حظيت بدعم واسع من أبناء الشعب السوري وبمساندة الأطراف الإقليمية والدولية المعنية بالأزمة السورية. وفي اعتقادي أن تبديد هذه الفرصة لسرعة التوصل إلى حل سيكون له عواقب وخيمة. فلنعد سوريا إلى حضن جامعتها العربية، ولنرفع تعليق مشاركتها في اجتماعاتنا، فالتواصل مع سوريا لإنقاذها واحتضانها من جديد ضرورة من أجل الحل السياسي وهويته الوطنية. إنها سوريتنا كبيرة أمام